عليه فن غزال تبارك الله. سيمو بس تخدم يلا نعاودها نعاودها بليز. انا جاي انا جاي دميا بالك يا شكرا يلا سيمو نعم كيعجبني بزاف كيعجبني بزاف شكرا مزيان بزاف كنتفرج فيه ديما تبارك الله عليه حلو زوين. سي بالبشير واحد المذيع زوين تبارك الله عنده ما يقول في المهم في التعليق ديالو كتهضر تبارك الله عليه والله الا واعر وحق الله ما يقدرش شي واحد ما يقدرش يلقاو شي واحد بحالو في هذه البلاد هذه والله يوفقكم ان شاء الله وبحال هذا تيشرفونا في هذه البلاد. والاحساس ديالي مزيان لان باسكو انا بشحال هذه وانا تندير هذا الشيء ديال ماشي لا كريتيك دي ستار ولكن جي اكسبوز لا فيريتي ديال هاد النجوم وهاد الشيء والبوبليك معاك وتنديرو في فرونسي اون انجلي ما تيجوصش البوبليك. دابا ملي هضرت بالدارجه لا سيب ديالي كانت لا كريم ديال المغرب تنمشيو للسكاي بار ولا وات ايفر فهمتيني تتمشي للبلايص توندونس اون فاديا ولكن دابا منين هضرت بالدارجه ودرت لهم وشرحت لهم شي حوايج دابا لا ماس تتبقى تغوت وتعيط وتاخذ التاورس كي مانيفيك فرانشمون. شكون اللي كره هذه تيقولوا لي يا برافو خويا قلنا الحقيقه راه حنا معاك لان الناس ما تيعرفوش شنو واقع في الكوليس دونك ما تيجي واحد تيقول لهم شنو واقع في الكوليس بحال ما تقول لهم فوالا بحال ملي شرحت لهم بان الفيستيفال انترناسيونال دو فيلم راه هنا باش نهضروا عباد الله على الفيلم ونهضروا على الخدمه والسينما والمغرب شنو غتجيبوا الوزاده شنو غتجيبوا مراكش ولي فيلم افيك لي زاميريكان ولي زوروبيان الناس قالوا عنده الحق ماشي وحده جايه تبقى تصورنا في راسها وتقول لك ها شهري صوبوا لي فلان ها هذا صوب ليا ها صباطي ها سليبي ها ما عرفتش شنو كوميم عيقوا دونك الحمد لله هاد الليله هادي زعما وقفوا كل شيء وخلاو كل لي زارتيست اللي عطاو لي زانترفيو. ام براود اوف يو جايز.